من كان يصدق حتى قبل سنوات قليلة مضت أن تتحول كوبان المحاصرة من الدواعش إلى مدينة فيها كنيسة مسيحية يقودها أكراد من خلفية إسلامية؟ من كان يصدق أن بعضا من المتشددين في الدين الإسلامي من الأكراد سيتحولون إلى دعاة للمحبة والسلام؟ هذا هو حال الكثير من الأكراد، يتحولون اليوم وبأعداد كبيرة إلى الإلحاد واللادينية، والكثير منهم إلى المسيحية. فما هي الأسباب يا ترى؟ سنعرف الجواب بعد قليل وبكل وضوح. بكل وضوح مع رشيد، أهلا بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. الكرد أو المعروفون بالأكراد يصفهم التراث الإسلامي بأنهم أبناء الجن، بينما في التراث المسيحي هم أول من زار المسيح في مذوده حيث ولد، وأول من قدم له الهدايا. إنهم حكماء الشرق الذين أتوا لبيت لحم للقاء الملك المولود. هم أول من بشر به، بل وضحكوا على هيرودس الملك لينقذوا ملكهم الحقيقي المسيح. فهل حان الوقت ليعود أبناء الشرق إلى ملكهم مرة أخرى؟ لماذا يقبل الكثير من الكرد على المسيح؟ هل هو نفس الشوق الذي أتى بآبائهم وأجدادهم مسافات طويلة لزيارة المولود؟ أم هل أدركوا أن الإسلام لم يجلب لهم إلا الدمار والخراب؟ هل تعلموا من التاريخ أن هويتهم الكردية لا تتناسب مع الإسلام الذي يفضل القومية العربية على باقي القوميات؟ إنهم الكرد أقوياء في الحرب، نساؤهم قبل رجالهم، لكن قلوبهم مفتوحة، مفتوحة للحب، مفتوحة للسلام، مفتوحة اليوم أكثر من أي وقت مضى. وهذه الحلقة تلقي الضوء على بعض أسباب هذا الانفتاح. إذن الكرد لماذا يعتنقون المسيحية؟ هناك أسباب كثيرة سأحاول إيجازها. أول سبب أن الكرد منذ فجر التاريخ منفتحون على أديان كثيرة، والحد الآن توجد في كردستان أو في حتى المناطق الأخرى التي يسكن فيها أكراد توجد ديانات كثيرة. توجد الزرادشتية، توجد اليزيدية، يوجد طبعا الإسلام وهو الغالبية حيث حوالي 90% تقريبا من المسلمين السنة. هناك العلوية، هناك الكاكائية أو اليرسانية أو يسمون حتى بأهل الحق، وطبعا كانت هناك اليهودية لكن ذهبوا مع تطورات اللي حصلت في الشرق الأوسط. وهناك مسيحيون حتى قبل المسيحيين الجدد كانت هناك مسيحية. فإذا كردستان هي خليط من الديانات، وتعايشوا قبل مجيء الإسلام، تعايشوا مع بعض، ما كانش في أي مشكلة. وبعد مجيء الإسلام حاولوا الحفاظ على انفتاحهم على أديان أخرى رغم الضغوط من كل جانب ليتحول الجميع إلى الإسلام. فهذا هو السبب الأول، أنهم منفتحون منذ البداية. السبب الثاني يعود إلى دخول الإسلام. الأكراد أو الكرد مثل باقي الأقليات تم تغييب تاريخهم لحد الآن، وعربوا بالقصر. تم تعريب الكثير من الأكراد بالقصر، تم فرض الإسلام عليهم بالقوة، ولم يجلب لهم الإسلام إلا الدمار. وآخر مظاهر هذا الدمار كانت في داعش. داعش لما دخلت، لما بحثوا عن أسباب سبي اليزيديات الكرديات، عن أسباب الجهاد، عن أسباب الغزو، عرفوا أن الجذور تمتد إلى النص الإسلامي في القرآن. فالكثير منهم أصيب بالصدمة وصار يترك الإسلام. هناك أسباب أخرى سنتطرق لها خلال هذه الحلقة، لكن حتى أكون يعني شخص عملي
قمت باستجوابات مع أو حوارات مع مجموعة من الشباب الأكراد اللي اعتنقوا المسيحية حتى أعرف الأسباب من خلال تجربتهم الشخصية. في هذه الحلقة، لأن المادة كثيرة جدا، سأعرض شهادة واحد من الشباب الكرد اللي اعتنقوا المسيحية، لكن ليس لوحده، عائلته، الكثير من أفراد عائلته أيضا اعتنقوا المسيحية، وهم أصلا من كوباني. كوباني اللي كنا بنشوفه على الأخبار، وكنا نشوفها محاصرة، وكنا نشوف كيف داعش كانت تصر على إسقاط هذه المدينة، وشفنا في كوباني نفسها شجاعة النساء الكرديات في المقاومة وحمل السلاح ضد الغازي الإرهابي الداعشي. خلينا نشوف أجزاء من هذا الحوار. هو مع شاب اسمه كمال وعنده تجربة فريدة كيف صار مسيحي، سنتابعه في الرحلة. هم 5 مقاطع، سنتابع مقطع بمقطع وأعلق بين المقاطع. طبعا الحلقة مفتوحة لمكالماتكم وتعليقاتكم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي على الهاتف، وأنتظر مداخلاتكم. نشوف أول مقطع من قصة أو اختبار الأخ الشاب كمال. أهلا أخ كمال. أهلا فيك أستاذ رشيد. حضرتك من كردستان؟ من كوباني، هي تعتبر من كردستان سوريا. كوباني اللي كنا نسمعها في الأخبار وكان دخلوا داعش عليها، وهذه هي كوباني؟ في 2014 دخلوا داعش عليها، منطقة في قريبة من حدود تركيا. وكنت أنت هناك في هذاك الوقت؟ لا، أنا كنت قبل خارج من كوباني، بس أهلي كانوا متواجدين خلال الحرب أثناء الهجوم، أثناء هجوم داعش على المنطقة. ديش سنك هلا أخ كمان؟ 21. 21؟ ايه. لساتك صغير يعني. ومن خلفية إسلامية؟ نعم. هل كوباني كلهم مسلمين؟ صراحة قبل كوباني، قبل أحداث داعش، كانت متشددين كثير بالناحية الإسلامية قبل 2014. لما دخلت داعش صارت الناس تعرف الحق، يعني صارت تترك كثير من الناس، صارت تخرج من الإسلام. لكن أنت وأهلك كبرتوا كلكم مسلمين؟ أنا متربي بعائلة مو متشددة كثير مسلمة، بس جدي كان الشيخ صراحة، ولكن أهلي مو متشددين، ولكن عائلة مسلمة كلياتها من خلفية إسلامية. وما يعني ما كنت متوقع أن يوم من الأيام نصير مسيحي أو مثلا أقبل الرب يسوع. إحنا كنا كمسلمين ماخذين فكرة غلط عن المسيح وعن المسيحيين. شو مثلا من هاي الأفكار اللي غلط؟ شو؟ مثلا إنه بيعبدوا إنسان. مثلا انه هن بيحللوا كل شيء بالخطيه، يعني مثلا انه خلص يسوع انصلب فيهم يعملوا كل شيء، يعني فيهم يزنوا، فيهم يعملوا كل شيء. عندهم ما عندهم ضوابط يعني. ما عندهم، انه خلص فري، انه يسوع انصلب بالنسبه لهم خلص، شو ما بدهم يعملوا يعملوا. احنا دخلوا براسنا انه هاي الفكره. وكان اهلك ربوك على الاسلام ورحت درست وكنت بتروح للمسجد تصلي ولا؟ صراحه انا لو باقي بسوريا لحتى اليوم وما بحب قوميتي الكردية، مثلا ماني كردي، كان أنا شفتني إياها بقاتل بشي جبهة إسلامية، شفتني مع شي تنظيم داعش، لأنه الدراسة تبعنا والدراسة الدينية تبعنا بالمدارس كانوا بيعلمونا أشياء يعني عن الجهاد واقتلوا. حتى لما كنا نروح على الجامع كانوا بيقولوا اجعل النساء غنيمة للمسلمين لليهود، وآخر شي حكوا عنا نحن الأكراد، صاروا يحكوا عنا بالجوامع هيك. فمن صغير ما كنت أتقبل هالشي، بس ولكن فكرة أنك متربي في إله، في إله واقف ماسك عصايا، فكنا بنخاف. يعني تربيتك الإسلامية كانت مثل باقي المسلمين، متربي أنه وتخاف من الله، لكن في نفس الوقت تكره اليهود، تكره أكره النصارى، أكره أنا. نحن يمكن مليار أو أقل نكره 7 مليار الآخرين. هاي هي المبدأ، أنه مو نكره، إنما يعني ما بيصير نختلط معهم. مثلا انا اول بدايه شكي كان في عندي اصدقاء يزيدين اكراد. فلما رحت عند الشيخ قلت له شيخ انا عندي صديقي يزيدي، فبنطلع وبنفوت يعني اتس اوكي. لا ما بيصير تاكل معهم او تتغدى معهم او تتعشى معهم، ما بيصير، اكلهم حرام. طب ما هو اخوي كردي، هو يزيدي انسان. لا ما بيصير. طب شو، وهذا كان امتى؟ كان عمرك هذا كان عمري وقتها ب 15 سنه. 15 سنه وكنت بتسال هذه الاسئله لانه شفت انه مش معقول يعني. انا لانه بقول لك احنا كاكراد سوريا بسن صغير احنا
بيربونا على القوميه يعني كشعب. طبعا بحب قوميتنا طبعاً. فبصير نسال انه مثلا لما نشوف ابناء قوميتنا مثلا ايزيدي فبصير نسال انه بيصير انه مثلا بيصير ما بيصير، فكانوا بيقولوا لا ما بيصير. طب كيف هذا ابن قوميتي انا كيف؟ قال ما بيصير، ما بيصير تختلط معه، ما بيصير تاكل معه، ما بيصير في كثير اشياء ما بتصير. يعني شفتها وكانه نوع من التفرقه. ايه تفرقه. قلت له للشيخ انه الرب خالقه، ما الشيطان عارض الله، الله ما عمل شيء. طب انا ليش بدي اقتله مثلا؟ ليش مثلا لا يعني لازم يصير مسلم اسلم فتسلم؟ فما كان الاقي اجابات، يعني لازم اتركه. طب وبعدين شو عملت؟ يعني تركت صديقك؟ لا، بدايه كان في اني اترك صديقي، لانه كان بيعلمونا بالمدارس انه لازم تنشر الاسلام، لازم مثل ما تقول دائما اسلم فتسلم، يعني لازم تعمل هذا الشيء. فانا كنت صغير بخاف من، يعني حاطين صوره الاله عندي الرعب. فكنت اصوم واصلي بدرجه. فباحداث كوباني لما دخلت داعش انا صار في عندي شك انه في معقول هذا الدين اللي انا عم اتبعه مو معقول. لما فتحت القران بديت اقرا بالايات وشفت برنامجك، برامج كثيره، برنامجك اكثر برنامج سؤال جري، تاثرت صراحه. لما شفت بديت اتاكد، شفت انه في يعني فعلا قاتلوا اقتلوا كل شيء موجود، يعني حتى ما ملكت ايمانكم موجوده طلعت بالقران. صح. لما اخذوا النسوان تبعنا الايزيديات صراحه. اذا كان هذا يعني الجزء الاول من حواري مع الاخ كمال، وطبعا ممكن نشوف خلال الحديث انه اشار الى بعض النقط الاساسيه في قصه تحولي للمسيحيه. وعلى فكره هذه ليست قصه، انا اخترت قصه واحده وساعرض في المستقبل قصص اخرى، لكن هذه القصه هي تمثل قصص كثيره تحصل اليوم في كردستان، سواء في المناطق السوريه او المناطق العراقيه او المناطق التركيه، وتحصل بشكل يعني غير مسبوق. آلاف آلاف من الناس يعتنقون المسيحية. وطبعا نعلم أنه قبل هذا كان حصل في تحول من بعض الكرد إلى المسيحية. نعرف أنه حتى شخصيات سياسية كبيرة في كردستان تحولت إلى المسيحية. وحتى في بدايات القرن الماضي الشيخ أحمد بارزاني أيضا كان من بين الذين تحولوا في القرن الماضي. فإذا وحد الآن هناك شخصيات تعتنق المسيحية. إذا الأعداد ليست صغيرة، هي ظاهرة وينبغي دراستها. وحالة الأخ كمال ليست حالة معزولة، هي حالة تتكرر يوميا بشكل يومي تقريبا في كردستان. قال أنه نحن نحب قوميتنا، الجزء أساسي من القومية الكردية هي الاعتزاز بالقومية أكثر من الدين، فهويتهم هي القومية الكردية، ولذلك يأتي الدين في درجة أخرى. ولذلك لا نجد، طبعا هناك متعصبون من الأكراد، وفي واحد مشهور في الغرب الملا كاريكار اللي هو متعصب متشدد، والجماعات الإسلامية المتشددة أيضا لها خلايا في كردستان وبدأت من كردستان. وأبو مصعب الزرقاوي قبل أن يبدأ القاعدة في العراق هو ذهب إلى منطقة كردستان في الأول، ثم بعد ذلك ذهب إلى المناطق الأخرى. فإذا في متعصبين أكراد، لكن الكثير منهم أدرك أن الإسلام أتى لهم بالخراب، أتى لهم بالدمار، وهذا جزء من أسباب ترك الإسلام والاتجاه في اتجاهات مختلفة أغلبها في المسيحية. لا أنفي وجود الإلحاد، وجود اللادينية، لكن وجود كثير من الأكراد يعتنقون المسيحية. فقلت أن التشبث بالقومية هو سبب من الأسباب الرئيسية، أيضا الاضطهاد والحصار الذي رأوه من الدول الإسلامية. الأكراد مضطهدون ويعني عبر التاريخ من طرف كل الدول التي انتموا إليها تقريبا، فهم محاربون من طرف النظام العراقي خاصة أيام صدام حسين. هم ولحد الآن هم يعني يتعرضون لأساليب مختلفة من الاضطهاد. هناك اضطهاد من الجانب التركي، هناك الاضطهاد من الجانب السوري، هناك محاولة للتخلص من هويتهم عن طريق التعريب، عن طريق الأسلمة، عن طريق
إجبارهم على عقائد لم يعرفوها في تاريخهم، مثل ما قال إنه الولاء والبراء لا ينبغي أن نخالط اليزيديين، لا ينبغي أن نخالط أصحاب الأديان والمعتقدات الأخرى، لا نأكل طعامهم. فكل هذا يعني غريب على العنصر الكردي، ولذلك كان الأخ كمال يتساءل في البداية. ثم جاءت الفضائيات، وهذا عامل آخر ينبغي الإشارة إليه. وجود الإنترنت، وجود الفضائيات هو أكبر مصيبة حصلت في للإسلام. ليه؟ لأن الناس الآن حتى بلغتهم الكردية، أنا أعرف وأشكر من هذا المنبر أنه هناك أكراد يترجمون حلقات سؤال جريء باللغة الكردية ويجعلونها متاحة لأبناء جلدتهم حتى يسمعوا ماذا يوجد في الإسلام. والحلقة اللي قمت بها في سؤال جريء زمان عن الأكراد والإسلام أو الإسلام والأكراد، فكانت يعني بمثابة قنبلة كما وصفها أحد المشاهدين من خلفية كردية، قال إنها كانت بمثابة قنبلة. تم ترجمة الحلقة إلى اللغة الكردية. فإذا وجود الإنترنت، وفرة المعلومات، خلت بسهولة يطلع الكرد على تاريخهم ويعرفوا التاريخ الحقيقي المغيب، ويسهل عليهم عملية النقد وعملية التغيير بدل غسيل المخ الذي كان يحصل لهم، وبدل أسلمتهم عبر التاريخ اللي تمت وطمس هويتهم وطمس تاريخهم. نشوف الجزء الثاني من حواري مع الأخ الشاب كمال، وكما قلت أرحب بمكالماتكم عفوا ومداخلاتكم خلال هذه الحلقة. نشوف الجزء الثاني. كيف كانوا يعني الأكراد بيحسوا لما كانت أزمة اليزيديين وكانوا محاصرين سنجار، وكان شو كان الإحساس بين الأكراد بين أهلك؟ هي صدمة كانت صراحة. لما يعني نحن تقريبا شيء 100 وأكثر من 1400 سنة يمكن مسلمين، احنا مسلمين بالغصب، كانت يعني بدك مسلمين عن فطرة. فلما شفنا انه باسم آيات القرآنية عم ياخذوا نسائنا، عم يقتلوا شيوخنا، عم يقتلوا أطفالنا، ف يعني الشعب كامل يعني صار يترك انه في شيء غلط. انتبهوا انه مش هذا هو الاسلام اللي مصورينه، هذا موجود في الكتب اللي بيعمله داعش، مطابق اللي في الكتب. مطابق يعني 100% مطابق، وما في اي دولة طلعت وحرمت انه هذا الشيء اللي عم يعملوه مو اسلام. كل الدول ما في حدا طلع. ولما كانوا أهلك محاصرين في كوباني، شو كان إحساسك أنت كشخص يعني، وأهلك كانوا ممكن يتقتلوا يعني، شو كان إحساسك؟ أنا صراحة وقتها أنا تركت يعني كنت تارك الإسلام نهائياً، يعني كنت تاركه. كنت المشكلة ما كنت بعرف الرب كمان، يعني ما كنت بعرف الرب يسوع المسيح، حتى لأنه إحنا عنا صراحة ومع الأسف، وأنا آسف إني عم قولها، عنا المسيحيين بالعراق أو سوريا جزء منهم كمان يعني متأثرين بالإله الإسلامي. طبعاً طبعاً. فنحن يعني ما كان في نوع من التبشير. ما كنتوش عارفين حتى شو هي المسيحية. ما كنا عارفين، لأنه إني كمان عم بيحكوا نفس الشيء، وبيعترف في منهم بيعترفوا بالإسلام كمان. أوكي، ما دام أنت شايفني عم بعترف بالإسلام وبعترف خلاص هذا دين وهذا دين، فما عم بيشرحوا نفس الإله ونفس في راح ياخذني على جهنم، يعني نفس الشيء. بس أنا ما شفت اختلاف. ما شفنا، بس لما جيت لهون، لما بديت أتكلم مع أولاد عمي، عرفت أنه الرب هو أبويا. أنا مش عبد له ودائماً هو حيضربني، إذا أنا عملت خير وما عملت حيضربني. أنا شفت في شجاعة غير عادية عند النساء الكرديات لما كانوا محاصرين كوباني. أول مرة نعرف أنه الكرديات بيقاتلوا، أنه شجاعات، وحتى عناصر داعش كانوا خايفين من أنه امرأة تقتل واحد مجاهد. شو تعليقك على الأمر؟ صراحة أول شيء بشجع أو بحيي كل بنات المقاتلات الأكراد اليابجي. في كوباني صارت في قصة، لما اليابجي كانوا عم بيقاتلوا، كانت الدواعش ما بيحبوا يقاتلوا مع النساء، لأنه إذا مات بإيد مرأة فهو بيروح على جهنم. ما بيكون شهيد، إنه هيك معتقدتهم، يعني؟ إنه مرأة قتلته. فهي لأنه هي نحن عنا المرأة بالإسلام، كان عنا المرأة هي مستعبدة. هي تنفذ فقط لا غير، يعني ولا شيء. صفر على الشمال.
لكن كانوا شجاعات يعني وتصدوا لداعش في كامل، في كوباني، في عفرين، في كل الأماكن. هل كان حد من أهلك؟ في بنات خالي، في بنات عمي كانوا موجودين، يعني كانوا مقاتلات؟ مقاتلات موجودين حتى الآن. وأنتم بتفتخروا فيهم؟ نفتخر فيهم. يعني أنا شايف إنه الأكراد في قوميتهم بيعطوا قيمة للمرأة عكس الإسلام. الإسلام بيقول لك لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والنساء عاقلات ناقصة عقل ودين. مزبوط. نحن ما قبل 1900 صراحة 1900 كنا على هذا النموذج يمكن. فلما أجا ملا مصطفى رزاني والقيادة الباقية فصاروا يعطوا الحق للمرأة. بس حتى أوجلان بيعتبروه إرهابي. في كثير مثلا هو قائد كردي، أوجلان أعطى 60% من الحق للمرأة. في كردستان سوريا لما كل 70% من الحق للمرأة، ما بيصير الرجل يتزوج الثانية بدون أو ما بيصير أساسا يتزوج الثانية. 70% من الحق للمرأة. فهذا الشيء اللي عم بيخلي بلدنا تتطور، والحمد لله نحن 1400 سنة مضطهدين. حاليا أنا شوي عم نقول للدنيا لمين نحن. إذا خلوني في البداية أعلق على نقطة قالها الأخ كمال، إنه كان في اعتقاد شعبي عند المقاتلين إنه يروح اللي يموت على يد مقاتلة كردية يروح على جهنم. هو الاعتقاد لا أساس له في النصوص، لكن قد يكون موجود كاعتقاد شعبي بين الكثير من الناس، وقد تكون تم الترويج له لأنه أحيانا بتطلع نكات وبتطلع أشياء مضحكة أثناء الحرب للتنفيس على الناس، قد يكون تم الترويج له أثناء الحرب. دي تعليق بين قوسين حتى لا يقال أنه رشيد بيروج لمعتقدات لا أساس لها في النصوص. أنا مدرك أنها غير موجودة في النصوص، لكن أعرف أنه أيضا هناك الكثير من الثقافة الشعبية التي لا أساس لها في النصوص. خليني أخذ مكالمة من كروان من كندا. ألو، مرحبا أستاذ رشيد. أهلا أهلا بك أخ كروان. أستاذ رشيد أنا كثير فرحان بحكي معك لأنه أنا بحبك من كل قلبي. الله يخليك، شكرا. حضرتك كردي؟ أنا اسمي كروان وعايش بالكردستان العراق، بس هسه أنا بالكندا زرت عائلتي وأصدقائي. على فكرة أستاذ رشيد أنا آسف بداية لأنه عربيتي مو كتير قوية. ما في أي مشكلة، يعني إحنا بنتكلم بنحاول نتكلم بكل اللغات حتى نسهل على الناس. تفضل خذ راحتك. شكرا أستاذ رشيد. أستاذ رشيد أنا تقريبا صار لي أكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات تركت الإسلام. تركت الإسلام بعد ما قرأت على الإسلام، بعد ما قرأت القرآن. أنا تقريبا ختمت القرآن أكثر من 30 مرة. كل شهر كل رمضان أني بصوم وبختم القرآن. وبعدين أني قرأت الأحاديث وقرأت التفاسير وقرأت البرنامجك وبرنامج أستاذ حامد عبد الصمد وبرنامج أستاذ إسلام بحيري أيضا، يعني أسترد الأستاذ إسلام بحيري. بعد هذا كله تركت الإسلام، وأني بصراحة كثير فرحان وعايش وقلبي كثير مبسوط. طيب إيه هي الأسباب لو ممكن تلخصها اللي تخلي الأكراد مثلك يعني يتركوا الإسلام ويتجهوا اتجاهات مختلفة خاصة للمسيحية؟ أول شيء أستاذ رشيد بصراحة ترك الإسلام مو بشيء سهل. مو بشيء سهل على المسلمين العرب، فما بالك بالمسلمين الأكراد، لأن الأكراد معظمنا ما بنعرف العربي. وإذا ما عرفت العربي ما تفهم عن الإسلام بشكل صحيح. مسلمين الكرد يعني فقد بيفهموا عن الإسلام أو تاريخ الإسلام من خلال الشيوخ، من خلال على المنبر. وأنت تعرف إنه الشيوخ بيروجوا للإسلام، ما بيقولوا الحقيقة عن الإسلام. هل داعش ساهمت في فتح عيون الناس؟ طبعا أستاذ رشيد، إذا عملت الاستفتاء قبل مجيء الداعش وبعد مجيء الداعش، قبل مجيء الداعش تقريبا خليني أقول إن 90% كانوا مسلمين، وبعد الداعش الناس الكرد فتحوا عيونهم قرأوا عن الإسلام وكثير منهم ترك الإسلام. على فكرة أستاذ رشيد أنت من بداية برنامجك قلت إنه 90% من الأكراد أو من الكرد مسلمين. اعتقد هذا الرقم مبالغ فيه، لانه صح
90% مكتوب على هويتهم مسلم. نعم. بس إذا حكيت معهم سألتهم عن دينهم، معظمهم لا يعترفون بالإسلام، أو معظمهم لا يعرفون شيء عن الإسلام، فقط مسلمين بالاسم. نعم. أو حتى إحنا يعني في عندنا نكتة بالكردستان العراق. نعم. تقول أني مو مسلم، أني ملم. ليش ملم؟ لأنه بالهوية مكتوب ملم، حتى السين مو مبين بشكل جميل. حتى السين مش باينة، أول مرة أعرف هذا الأمر. لكن أنا أشكر اتصالك لأنه أنت وضحت لنا بعض الأمور، وأتمنى الكثير من الأكراد يشاركوا. على فكرة أنا بستخدم كرد وأكراد، وبعض الناس بيقولوا لي ما تستخدم أكراد لأن العرب استخدموها عشان يهينونا. أنا بستخدمها من باب التسمية مش من باب الإهانة، أنا بحترم الأكراد. صح أستاذ رشيد، إحنا نعتبر الأكراد مثل أعراب. لما واحد يقول أعراب يعني تصغير للعرب. كلمة الأكراد معناته إحنا هيك نفكر إنه تصغير لقوميتنا. نعم. أساس إنه هو الكرد، لأنه يعني الاسم ما بتغير. شو الصح الكرد بالواو؟ طبعاً كرد بالواو ليش صح؟ لأنه أستاذ رشيد هذا الاسم. نعم. الاسم ما بتغير من لغة إلى لغة ثانية. نعم. كل واحد يلفظ بشكل صحيح. هم عربوها صارت أكراد وكأنه جمع يعني. بالفعل احنا عربنا من زمن صباح حسين، وحتى الان تحت التعريف. الله يسامحهم، يعني عربوا حتى الاسماء، خلوا كله انه يصير يعني يخضع لنظام العربيه. طيب كرد، انا معاكم بالواو كرد. شكرا كثير استاذ رشيد. في نقطه ثانيه، نعم، على التعريف، مو بس تعريف، تتريك ايضا. بالكردستان التركيه من تقريبا قبل 6 سنوات 7 سنوات اسم الكرد او اسم الكردستان كان ممنوع. اي واحد يحطه على اسم طفله، يعني بيعطي اسم الكرد او كردستان لطفله، كان ممنوع بالتركية. ممنوع يعني تسمي طفل كرد. الكرد بالكردستان تركيا كانوا تحت التتريك مو تحت التعريف. نعم، ما هو كل واحد استغلهم لصالح قوميته، يعني الأتراك تركوهم والجوانب الأخرى عربوهم وأسلموهم وعجنوهم وخبزوهم وخلوهم من بالفعل. وأستاذ رشيد شيء ثاني، إنه في واحد بالكردستان العراق كثير مشهور، وبعتقد إنه حضرتك أيضا تعرفه، اسمه مريوان هلبجي. أنا سمعت به، وأنا سأعدكم هعمل حلقة معه إن قبل. ممنونين كثير، لأنه هذا الأستاذ مريوان من 90s حتى الآن بينقد الإسلام نقد علمي ونقد موضوعي. مثل أنا أرحب به من هذا المنبر، ويتصل بينا وحيكون على هذا البرنامج. شكرا كثير أستاذ رشيد. وأنا على فكرة كنت من المسلمين المتشددين، يعني كنت تقريبا من جماعه الاخوان المسلمين، انه اخوان المسلمين عندهم حزب بالكردستان العراق، حزب الاتحاد الوطني، حزب الاتحاد الوطني الاسلامي. نعم. تابع للاخوان المسلمين. طيب. يعني كنت معلش اخوي، انا نفسي اكمل معك، لكن وقت البرنامج كله ساعه، فانا بحاول يعني يسير كل فقرات البرنامج. اشكرك جدا على هذا الاتصال. بالاخير فقط بقول لك بحبك جدا. الله يخليك، وانا احبك واحب كل الكرد بالواو. الله يخليك. خلينا نتابع جزء اخر من قصه كمال، لانها تلخص قصص كثيره، مش كل القصص لكن تلخص قصص كثيره من عمر اخ كمال، وحتى من فوق عمره، عائلات بالكامل تصير مسيحيه. خلينا نشوف جزء اخر من هذه القصه. هل كان في ناس كثير في العراق بيشوفوا البرامج اللي بنعملها؟ صراحة في كثير من أكراد سوريا، أنا يعني أصدقائي لي كانوا كثير بيتابعوا برنامج سؤال جري، يعني في كم كثير كبير. نعم. كلهم كانوا يبلغوني يعني يبلغوا سلمنا على الأخ رشيد، سلمنا على الأخ رشيد. فكثير عالم كانت متأثرة بالبرنامج تبعك، خصوصا البرنامج الحلقة اللي قدمتها عن أنت والدكتور مجدي خليل عن الأكراد والإسلام. فهو البرنامج الوحيد والحلقة الوحيدة اللي فسرت الأكراد، يعني فسرت كل شيء، أعطتنا حقنا. نحن في بالإسلام نحن ما لنا أي حق، نحن كنا عبيد وجابونا. بالإسلام بيقول، ولكن نحن صح أصحاب أكبر إمبراطورية. أنت ذكرت إمبراطورية ميديا، وحتى مذكورة بالكتاب المقدس. صحيح. ف
فالكتاب المقدس عطاني انه صار يعترف بقوميتي، بيعترف فيني، مو مثلا بالاسلام بيقولوا ان الجنه عربيه، بدك تروح تحكي عربي. كل شيء عربونا يا حياتنا، كل شيء عربونا. وهذا حصل مع قوميات كثيره، مع الامازيغ، مع الاقباط، مع الاكراد، مع كل القوميات. انا ملاحظ انه الاكراد بيهتموا بقوميتهم اكثر من اي شيء. ليش هذا يعني؟ مو من كميه الظلم اللي شفناه. يعني احنا على قبل كمان بعهد عمر بن الخطاب قتلوا الاف من الناس. قتلوا الاف، وكلنا بنعرف هذا الشيء. حتى في عام 1900 لما الاتراك قتلوا الارمن، قتلوا الاكراد كمان. صحيح. باسم الاسلام. فنحن على مر العصور باسم الاسلام عم يقتلونا. فالاكراد خلاص صار بده يتمسكوا بشيء، يعني صار بده يتمسكوا بحلم بشيء انه يترك الدين. ويحلموا بالدولة ايضا، لكن هم مقسمين الان بين تركيا وبين سوريا وبين العراق وبين، فحلم الدولة لسه موجود لكن ما اعرفش متى يتحقق. صراحة هو موضوع دولة. احنا دائما لما يمكن بالمدارس العربيه، انا كنت موجود لان انا كنت ادرس مدارس عربيه، فاغلب ما كان بيعرف انا كردي، فبيطلع الاستاذ بيحكي بيقول انه الاكراد بدون دوله، الاكراد. فالجيل اللي كان يطلع كان يكره الاكراد، يكره الاكراد بدون اي سبب. نحن ما كان انه بدنا دوله، نحن بدنا نعيش مثلنا مثل اي مواطن. يعني نحن بسوريا مكتوب عنا انه عربي سوري، 300,000 عنا ما عنده اي هويه، ما عنده اي شيء. تطلع على الجامع بيقول لك انه الاكراد اولاد جن، عملونا اولاد جن. في منهم عملوا كل شيء، يعني المشكله مو معترفين فينا. يعني انا كان عندي صديق انا كنت طالب صف ثالث ابتدائي وطفل لساتني، صديقي اجى عندي قال لي انت كردي؟ قلت له نعم. فتركني في الصف التاسع الاعداديه، انا شاب مراهق لساتني عمري 15 سنه، بنت بتقول لي انت كردي؟ كانت كثير يعني كردي صارت مسبه وشتيمه يعني كثير. كانت صديقه لي وكثير يعني كنت احبها، قالت انت كردي، تركتني بس اني كردي. يعني انا ما بعتب عليها، ولكن بعتب على الثقافه اللي راحت عليها، انه علمونا ان الاكراد اني قوم من الجن، اكراد اني قوم يعني احتقروكم، يعني احتقرونا. والاسلام محتقرنا صراحه. محتقرنا مثلنا مثل اي يعني طائفه اقليه. الإسلام احتقرنا، كانت آخر جملة من هذا المقطع. طبعا يعني المقطع فيه أفكار كثيرة غنية حتى عن التعليق. خلينا نأخذ مكالمة أخرى من بشار من الدنمارك. أهلا بك. الله معك أخ رشيد. الله معك، أهلا بك أخي بشار، تفضل. شكرا كثير أخ رشيد، بدي أول شيء أشكرك على الحلقات اللي بتعملها، وشكرا كثير لانه اكيد عم بتنور كثير ناس، وهذا كثير ضروري. كثير ضروري. بدي اقول انه انا كردي من سوريا، ونشكر الله انا صرت مسيحي ب 2014. نشكر الله. فكثير من كل قلبي رايد انه اشكرك على الحلقات اللي بتعملها، لانه بصراحه شيء كثير بفاجئ لما بنشوف لما بشوف انا كيف انه في ناس بصراحه ما بتعرف ولا شيء ولا شيء، يعني ما بصدقوا اصلا، بيقعدوا بيحكوا انه لا هذا الشيء مو صحيح، وهذا الشيء مو عنا، ونحن مو هيك، وصراحه شيء مخزل يعني. ولما بحاول يحكي معهم ما بيصدقونا يعني. وتعليقا على الكلام اللي كان عم بصير، بس حابب احكي لك شغله صارت معي انا وصغير. انا صف اول. كان عندي أنسة استاذه مدرسه كانت مسيحيه. كنت بحبها كثير لاخلاقها ولتصرفاتها، كانت دون كل الاساتذه الثانيين. ففي مره واحد من رفقاتي قال لي انت كيف بتحبها؟ كيف بتحكي معها؟ هي مسيحيه، هي كافره. فأنا رجيت على البيت وتغيرت فكرتي كلها بلحظة واحدة، إنه تركتها وكرهتها للآن، صرت ما أحبها. غسيل مخ. صدقته أنا. عفواً. غسيل مخ يعني من الصغر. بالضبط. فأنا هلأ كعمري 23 24 سنة، وقت بتذكر هذاك اليوم صراحة بنصدم كيف أولاد صغار الأهل هيك بعلموهم، بس بنفس الوقت ما بنصدم يعني، لأنه أنا كمان قرأت كثير. نعم. قرأت الكتب الدينية والإسلامية وتعمقت فيها كثير قبل ما أخذت قراري. نعم. هذا ولا شيء يعني، هي نقطة بالبحث. من تجربتك هل عدد الكرد اللي بيصيروا مسيحيين سواء في الجانب السوري أو الجوانب الأخرى، هل بتشوفوا في ازدياد؟ نعم أكيد، ونشكر الرب على هالشيء، من أجل هالشيء كثير. نعم، بازدياد جداً.
وأنا لاحظت وسمعت بالأحرى في كنائس صارت بعفرين وفي كوباني وبكثير مناطق كردية. نشكر رب من أجل هالشيء. نعم أشكرك أخي بشار على التواصل معنا، ونأخذ مكالمة أخرى من لينا من العراق. أهلا بك. أهلا بك أستاذ رشيد. أهلا شرفتينا بهذا الاتصال، تفضلي. شكرا تسلم. أخ رشيد، أنا مسيحية من العراق عايشة بالشمال. كان عندي صديقاتي معي كرديات من الطوائف، من الكرديات والتركمان، فهو السبب اللي بدأ بترك هواية من الأكراد الديانة الإسلامية وكانوا يصيرون مسيحيين هو الأكثر شيء الانفتاح بعد ما الكردستان انفصلت عن لما سووا لهم دولة لهم، لما صارت كردستان منفصلة عن الحكومة العراقية وصارت لهم حكومة خاصة بهم، صار لهم انفتاح. والدلالة بأنه كان عندي صديقاتي معاي لما كنت أنا دا أحكي لك سنة نهاية التسعينات، كنت خامس أعدادي سادس أعدادي، فكانوا صديقاتي كرديات معاي كانوا منقطعين عن أهاليهم اللي كانوا بأربيل وسليمانية. أنا كنت بالكركوك. فقلت لهم السبب ليش، قالوا لأنه صاروا مسيحيين فانفصلنا منهم، لأن صار لهم انفتاح أكثر. يعني الانفتاح اللي حصل الآن بيساعد الكرد أنه يعتنقوا أفكار أخرى، وخاصة بيصيروا مسيحيين، وأيضا أنه ما شافوا من جيرانهم البلدان الإسلامية إلا الشر، لكن كثير من المساعدات بتجيهم من بلدان مسيحية، بيساعدوهم قافلات طبية، بيساعدوهم في البنية التحتية، في كل شيء. يعني شافوا كل الخير من البلدان اللي بتسمى مسيحية، وشافوا كل الشر من البلدان اللي بتسمى إسلامية. صحيح، لأنه هواية منظمات مسيحية يجوي من دول الخارج، فيجوي على منطقة الكردستان، فقاموا يساعدون الأهالي المحتاجة، وقاموا يوزعون الأناجيل ومنشورات، حتى كانوا يجيبوا لي هالمنشورات يقولوا لي شنو معنى هالآيات اشرحي لنا يعني. فبس كنا بالخفية، لأن احنا وقت صدام حسين ما كنا نقدر نحكي هواية على الدين، لأنه كان ممنوع علينا هذا الشيء. فكان عندهم هذا الشيء، ويعني دخلوا وشافوا مساعدات، شافوا الإنسانية مال المسيحيين كيف كانت، والظلم من الجوار الإسلاميين الأقطار مثل ما تقول هذول اللي دائر مدائر العراق سووا بالعراق، والمسيحيين سووا للعراق. فهذا همنا شيء ساعد على الانفتاح وعلى دخول الديانات المسيحية. أشكرك أختي على هذا الاتصال، وحتى ما يضيع منا وقت خلينا نشوف مقطع آخر من قصة أخويا كمال، حتى وسأخذ مكالمات بعد ذلك. نشوف مقطع آخر. طيب، إمتى ابتدى احتكاكك بالمسيحية وابتديت تعرف أشياء يعني ما كنت تعرفها عن المسيحية وابتديت تتعلم أكثر؟ صراحة ب 2016 بهذا التاريخ كنت عم احضر برنامجك. فبديت اقارن مثلك، بديت اقارن ما بين القران وما بين الانجيل. بديت اقارن ما بين ذلك الاله وهذا الاله، فيني احكي يعني. فمثلا من ضمن المواضيع اللي شفتها انا انه انا كنت مسلم وصرت مسيحي مثال يعني، او صرت بوذي او صرت يهودي. فبالاسلام في عنا انه انت مرتد. انا اللي بيقول انه ما في هيك شيء، في هيك شيء. انا لما كنت بسوريا كان بيقولوا إذا الشخص صار مسيحي أو شيء قتله حلال. أنا من الناس ثقافتي طلعت على هذا في المدارس، مو في بيتي، في المدارس كانت هذا الشيء. ففتحت بالإنجيل من أنا أوكي صرت مسيحي، وبعد شهر شهرين أو بعد سنة سنتين تركت معبد ربنا. تركته، فشفت إنه مكتوب ها أنا على الباب أقرع إن وجد واقف أقرأ على الباب إن وجد أحد، يعني الرب مستنيني. نعم، هنيك الرب راح يقتلني. صحيح. فبدأت أقارن ما بين هذا الكتاب ما بين الكتاب المقدس. فمثلاً في عنا صديقي بوقتها يعني كان مسلم متشدد كتير. يعني كنا نتناقش أنا وياه إنه هذا الشيء غلط،
فقال لي كيف، قلت له اوكي طب اوكي انا لنعتبر انه كل شيء غلط، المسيحيه كل شيء غلط والاسلام صح. صحيح. انا بالاسلام لما بدي موت انا فيني اعطي حجه لربي. قال لي شو؟ قلت له انا ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. صحيح. وانا ربي ضلني وبعث لي الشياطين وخلص مشكلته هي تبقى، هو ضلني. هذا الاله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. انا شو دخلني انا؟ انا شو دخلني؟ هو يضل وهو يهدي. صحيح. انا راح اروح عنده اقول له يعطيك العافيه انت ضللتني وبعثت لي شياطين وعمل شغل حلو يعني كول عملت خلص. فانا ما تلومني. فما تلومني ابدا. فنحن الاله تبعنا يمكر بيعمل كل شيء كان، ان ومكروا ومكر الله وان الله خير الماكرين. فكل هذه الاشياء خلت عندك خلاص انت تشك تماما وتشك. في شيء كمان ما ملكت ايمانكم. يعني انا بديت افكر في اخواتي، في عندي اصدقاء كانوا باليبكه ايزيديات. صحيح. بديت افكر انه ما ملكت ايمانكم بنات الايزيديات، يعني كيف يعني حلال علي؟ يعني كيف بدها تزبط معي؟ كيف فكره انه انا بدي استعبد شخص؟ فهي الفكره ما كنت تقبل ابدا. ما دام كان في شيء غلط اذا كل شيء غلط. يعني في افكار كثيره خصوصا ملك اليمين، خصوصا الامور اللي الانسان ما بيكون يفكر فيها او ياخذها على اساس انه مسلمات، لكن لما تفكر في اهلك، في اهل قوميتك، انه ممكن تعمل عليهم غزو وجهاد وتمتلكهم، بيصير الموضوع مختلف. سهل انك تقرا في الكتب ويكون بعيد عنك تاريخيا، لكن لما تفكر انه ممكن يصير واقع امام عينيك بتختلف الامور. واعتقد هذا ما يحصل للكثيرين اللي شافوا بعينيهم الاسلام مجسدا على ارض الواقع في تصرفات داعش. قطع اليد موجود في القران، ولما يوجد على ارض الواقع ممكن تقرا تتعبد به في المسجد مش حيعني اي شيء، لكن لما تشوفه يطبق على ارض الواقع بيصير امر اخر. الرجم بتشوفه في الاحاديث، بتشوفه في السنه، لكن لما يصير على امر الواقع على ارض الواقع بيصير امر اخر. وهكذا كل شيء في الاسلام ممكن تقرا ما تنتبهش، لكن لما يصير امامك واقع بيصدمك. هذا ما حصل للكثير من الأكراد. خلينا نأخذ جوران من إيرلندا. أهلا بك جوران. مرحبا أخ رشيد. مرحبا. أهلا بك. أهلا بك. الله يخليك. أنا أحييك، أصلي من كردستان العراق. مرحبا بك. الله يسلمك. كردستان العراق كلهم يحبوك. وأنا أحبهم وأعلن حبي من هنا، من هذه الحلقة، من هذا البرنامج للجميع. الله يسلمك. عزيز يعني من أفتخر لأن حضرتك يعني مقيد بوقت معين. يعني من خلفية إسلامية قوية متشددة، وكنت حافظا لكل القرآن. نعم. ولأكثرية الأحاديث والفقه والسيرة ومدري إيش كله، هذا في التسعينات. نعم. بعدين ورما تعمقت بالإسلام عرفت أن هذا يعني مش معقول يكون دين الله أو دين خالق السماوات، يعني مش لا يا إما هذا الخالق أصلاً مش موجود، لأنه هذا الكلام يعني مو معقول يكون إله أو هذا النبي أو هاي الأحاديث، أو يعني لازم يكون عنده شخص آخر يمثله مش هذا الدين. فصرت بسبب السموم الكثيرة اللي الإسلام يخليها في مخ كل مسلم إنه يكره كل دين آخر، ويقول إنه المسيحيين يعبدون مريم، إن المسيحيين عندهم ثلاث آلهة، إنه مثلاً يهود يقولون عزير ابن الله، فيخليك مثلاً حتى إذا تركت الإسلام ما تفكر في أي دين آخر. صحيح. راح تصير ملحد. نعم. فأكثرية الكرد وراء ما يتركون الإسلام اللي يصيرون ملحدين هو سبب الإسلام، لأنه إله الإسلام المفروض أنت تكون ملحد به. هذا الإله مش موجود. نعم. فإذا واحد يروح يقرأ الكتاب المقدس ويقرأ عهد جديد راح يؤمن بالرب يسوع ويقبله ويصير مسيحي مثلي أنا. أنا تقريبا 16-17 سنة صرت ملحد. زين. وكنت أكفر بكل إله، لأنه كنت أعتبره هذا الإسلام يعني يمدحه ويعرفه للبشرية. فأنا أقول إذا الإسلام هيك معناته إنه البقية بعد يعني بقية مثله بتشبهه أو قريبة منه. اي فاني بشخصيا احسن تجربتي اني كنت افكر انه اصير بوذي، اصير مدري اي دين اخر، بس ما اصير مسيحي، لانه انا يقول هذا خدش. يعني كيف انت تؤمن انه الله اتزوج مريم وخلفه ولد؟ لانه هذا السم من الاسلام. صحيح. خلي هذا السم في العقل،
حتى أنت لا تتبع السيد المسيح. صحيح. وما رأيك في هذه الموجة الحالية أنه كثير من الكرد بيتركوا الإسلام وبيروحوا في اتجاهات مختلفة خاصة للمسيحية؟ هذه نقطة جدا مما حبيت أني أركز عليها. حاليا أكو موجة كلش قوية لتحويل الكرد إلى السيد المسيح، في خاصة أنا أحكي لأنه من كردستان العراق، في 3 محافظات سليمانية وأربيل ودهوك، في كنائس جديدة، في مسيحيين يوميا جزء يقبلون الرب يسوع ويتعمدون في المحافظات 3، ويوميا في ازدياد. يعني أنا شايف الكنائس وأغلبية الكنائس يديرها مثلا شخص أبوه ملة أو أبوه شيخ أو إيش، يعني كلهم يعني من خلفيات إسلامية قوية يعرفون ليش صاروا مسيحيين. مش إنه فد شيء عاطفي. وهل هذا في مصلحة كردستان أم ضدهم؟ لأنه ممكن بعض الناس يقولوا هذا ضد مصلحة كردستان. لا بالعكس، اللي يقرأ الكتاب المقدس واللي يتبع تعاليم السيد المسيح يعرف إنه كله يحرض على السلم، تعيش بسلام، إنه أنت تقبل الناس اللي حتى اللي مختلفين معك، حتى إنك تقبل الناس اللي يغلطون أنت ما تكفرهم، أنت ما تروح تقتلهم، مثل ما قبل السيد المسيح المرأة اللي زنت جابوها ما رجمها، مثل ما عمل نبي الإسلام اللي رجم الزانية بإيدها، بيده يعني هو بيده شارك رجم الزانية. سيد المسيح يعني هاي القصة كثير يعني أثرت بي، أنه هو يخليك أنت تقبل الناس لأنه هم يخطئون، بس أنت لازم تكون مثل ملح، أنت ملح العالم. صحيح. أنت لازم تحاول أنه والمحبة أيضا، عنوان المسيحية هو أنها رسالة محبة. الله محبة. نعم. بالضبط. صحيح. أشكرك. أكيد إذا أشكرك أخي جوران على التواصل معنا، ونكمل مع قصة أخي كمال، وهذا هو الجزء الأخير. أخي كمال، أنا تواصل معي يعني أصدقاء لي وقالوا أنه في شخص يريد أنك تعمده يعني شخصيا، وأنا أتجنب عادة هذا الأمر لأن أحب أنه كل راعي يعني يهتم برعيته من حتى من كل الأشياء، من المعمودية والتلمذة إلى آخره إلى آخره. لكن رغم ذلك أنا أعجبت بشخصية الأخ كمال ولبيت له الرغبة اللي كانت على قلبه نشوف هذا الجزء، لأنه فعلا جزء مؤثر. ليش طلبت أنه رشيد هو اللي يعمدك؟ لما أنا كنت بأربيل بكردستان العراق كنت أحضر برنامجك، فكان لي حلم أني أشوفك صراحة، حلم أنه مستحيل أشوف هذا الشخص. ولما شفت الحلقة تبع الأكراد والإسلام وشفت تاريخ حياتك وشفت قصتك أنه أنت كمان والدك كان شيخ وإمام، صحيح، فأنا تأثرت كثير فيك صراحة وتأثرت بحياتك قصتك، فكان مستحيل أني أشوفك. لما ب 2017 يمكن أو 18 كان في لك مؤتمر في كندا، نعم، فقلت يا ربي انه يا ربي اني انا اشوفهم. لما جيت قلت له الخال انا عندي امنيه واحده، انه الاخ رشيد يعمدني او يكون موجود. قال لي اوكي، فينا نرتبها، والرب رتبها صراحه. يعني ممكن معجزه بالنسبه لي انا. هذا الشرف لي انا ايضا، يعني لانه المعموديه وامام الناس ونعرف تاريخك وقصتك وشو عمل الله في حياتك، هذا يفرحنا ايضا. بناء على إيمانك أخي كمال، سنعمدك أمام هذا الجمع من الإخوة والأخوات كشهادة أنك تعلن أمامهم أنك آمنت بالرب يسوع المسيح مخلص لحياتك. آمين. بناء على إيمانك أخ كمال، أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. كان هذا يعني شيء رائع بالنسبة لي وشيء رائع بالنسبة لأخوي كمال، وفي ناس آخرون كانوا معنا شهود على هذه المعمودية. على فكرة حوار الأخ كمال طويل طويل جدا، فأنا أخذت منه فقط هذه الخمس مقاطع. اللي من يريد أن يرى الحوار كامل
سيكون موجود على موقعي على فيسبوك، على موقعي brotherrashid.com، وأيضا على اليوتيوب، فانتظروه في خلال هذا الويكند. ممكن نحط الفيديو كامل، من يريد أن يتابع القصة بتفاصيلها من الألف إلى الياء. لكن في هذه الحلقة نظرا لضيق الوقت أخذت فقط مقتطفات من كلام الأخ كمال. نأخذ الأخ فادي من مصر، أهلا بك أخوي فادي، تفضل. أنا مش سامع، تفضل أخي فادي لمرة أخرى. طيب صباح من الولايات المتحدة، أهلا بك. مرحبا، مساء الخير وصباح الخير وأينما كنتم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل. سلام الرب يسوع المسيح معك. سلام المسيح معك. بس أنا كلداني كاثوليكي، عايش بأمريكا، عراقي الأصل. مرحبا بك. بس أريد أقول لك، أهلا بك، أريد أقول لك شيء واحد، اللي هو أنت بالذات أريد أسميك مار بولس قرن 21. يا سين يا أخي، إحنا مجرد أدوات، أواني، إحنا ولا شيء، صدقني إحنا مجرد تراب ولا شيء. Thank you حبيبي. Still حبيبي، أنت تستاهل هذا اللقب. الله يخليك. وإن شاء الله تكون خير وسلامة، ويد اليسوع تكون عليك. شكرا. تحافظك وتكون تقويك. ربنا يخليك. كلمة المسيح في كل أرجاء العالم. الله يخليك. واحدة. ثانيا أريد أسأل كل مسلم، خلي السامعين كل مسلم. نعم. أكو أشياء اثنين، أكو واحد ميت واحد حي. نعم. وانتو تقولون دائما بالكتاب مالتكم هو المسيح الحي، أوكي، المسيح عيسى الحي. نعم. وتقولون عندهم مثل يقولون الحي أبقى من ميت. نعم. يا حبيبي، إذا واحد حي واحد ميت، ليش تروحون ورا الميت ما تروحون ورا الحي؟ نعم. مختصر مفيد لهذولاك حتى يفهموا. أتمنى يفهموا. هناك مقارنات لا حصر لها، ممكن توعي الإنسان أنه أنا أفضل أن أتبع وأثق في السيد المسيح ولا أثق في محمد إطلاقا، ولا أعطيه حياتي ولا مصيري. ففي مقارنات كثيرة لمن يريد أن يستخدم عقله. شكرا أخي على هذه المشاركة. Thank you very much. May God bless you. الله يخليك. Jesus يكون معك. شكرا. بولس القرن 21. العفو العفو. العفو. شكرا. الأخ خسروف من ألمانيا. مرحبا أخ رشيد. مرحبا مرحبا، تفضل. طاقم البرنامج. أشكركم على برنامجكم وحلقاتكم اللي متنوعة بكل شيء. شكرا. طبعا خاصة على قوميتي الكردية. حضرتك من أصلك كردي؟ نعم أنا كردي، أصلي كردي، يعني أصل كردي. نعم تفضل. أنا ملحد حاليا، شاب عمري 23 سنة، ساكن بألمانيا صار لي 4 سنين. نعم. نظرية أنه الكراد عم يتركوا الديانة الإسلامية هذا صحيح، بعرف من حالي هون. إيه الأسباب؟ الأسباب أنه ما لقوا من الإسلام شيء حقيقة. يعني أنت بتعرف كيما ضربوا حلبشة بكيماوي، ومجازر اللي ارتكبتها دولة تركية بال 1920 الأتاتورك بحق الديرس مدينة كردية هناك طمر طمر، وما لقينا شيء من إسلاميين حقيقة، من مكة أو من مراجع الإسلامية يدينوا الأتاتورك باللي عمله. والأسباب كثيرة، هي واحد منها. فترك الكرد للإسلام هي وقفة على هالحالة. فينا نفسرها الأكثرية اللي بتترك الإسلام ما بتروح على المسيحية طبعا، فنسبة قليلة تروح على المسيحية، لأنه الكرد، الشباب الكرد بيحملوا العدم الوقوف الثانيين جنب الكرد بيفسروا على كل الناس. مثلا عندك اليوم أمم متحدة، عندك دول العالم أغلبيتها مسيحية موجودة هناك
بالحلقة الأممية، مع الأسف استفتاء جنوب كردستان حرموا عليها الفاتيكان. يعني الدول ما ساندتهم في مسألة الاستقلال، فهم أيضا بيلوموا العالم الغربي اللي محسوب على المسيحية. طبعا أنا واحد بلومه كمان من حقي، لكن ما تشوفش أنه مثلا في بلدان كثيرة ساعدتهم، مثلا كندا استقبلت لاجئين كثير، أوروبا استقبلت لاجئين كثير، أمريكا أيضا استقبلت بعض اللاجئين، فما بتشوفش أنه عامل إنساني استقبلوا العرب مثل ما استقبلوا الكرد، ما في فرق. البابا فاتيكان استقبل أردوغان ووقت اللي عفرين كانت محتلة، هذا كارثة. هذا البابا كان بنظرة لازم يستقل من منصبه، بيسلم على أردوغان هو اللي بدعم مجموعات إرهابية بسوريا بالعشرين. أنت بتشوفه سو في نظرك أنه الأغلبية بتروح للإلحاد مش للمسيحية؟ طبعا هاي نظري. نعم، احنا لحد الان على فكره ما فيش احصائيات رسميه، لانه انا حاولت احصل على احصائيات بتبين النسب، لكن صعب الان وما شفتش اي احصائيه، فلا استطيع ان ازم، لكن يمكن بسبب محيطي اعرف حالات كثيره، يعني بالالاف بيصيروا مسيحيين، لكن لا استطيع ان اقارنهم بالنسب الاخرى لاني لست على اطلاع بها. أنا من مدينة كوباني، مضيفة وكان من هناك. صحيح. نعم، نسبة كبيرة هي تذهب إلى الإلحاد، قليلة تذهب إلى المسيحية. هل داعش واللي عملته أيضا ساهمت في تسريع هذه الوتيرة؟ طبعا آيات تبرير القتل اللي كانت تستعملها داعش حق الكرد، سيما كانوا مسلمين أو إيزيديين أو مسيحيين، كان لها تأثير كبير. نعم. طيب، هل ترى أنه الميديا أيضا وما تقوم به كثير من البرامج بيساعد أيضا؟ طبعا بكل تأكيد، برامج لسيما كانت باتجاه العكس، فيها مساعدة، باتجاه الإسلامي كمان في أحيانا فيها تأثير. في واحد ما نعم مشكلة في النسبة الكردية كثير تفهم العربي بس ما بتفهمه بطريقة مضبوطة. إذا كان الإنسان قرر يفهم شيء فرح يفهمه ويتواصل له، فكثر الفهم قلل من نسبة كراد بالإسلام، هذا شيء واقع. أشكرك على التواصل معنا، وأتمنى أنه تكون هذه الحلقة ساعدت ولو بجزء بسيط، نقطة في بحر، لأنه أنا بحب الكرد جدا وبحاول أساعد أنه ينفتحوا، مش بالضرورة أنه إحنا لا نجبر أحد على اعتناق أي دين، نحن نبسط ما عندنا، وللإنسان في الأخير حق الاختيار. طبعا نحب أن يؤمن الناس بالمحبة وبالسلام واتباع المسيح، لكن في الأخير الخيار لكل إنسان. أتمنى أن هذه الحلقة ساهمت في إغناء المكتبة المرئية السمعية البصرية في موضوع الكرد، وسأكون معكم في حلقات قادمة في نفس الموضوع. أترككم برعاية الله، ألقاكم في الحلقة القادمة مباشرة على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بكل وضوح.